دائره كلات كون قتل شي واحد اش خسر عنده بنيه قويه صاحبي شخص راه اليوم كنبلغوا السنكار ديالنا التام على ما وقع وما وقع وما سيقع القدام. اليوم كان حوالي السادسة ديال العشية جمعوا الناس هنايا في الحمام، ردوا اتصال بالدائرة الأمنية ديال حي الحسني المشكورين تم الانتقال ديالهم وجاو لهنا. مفادها اشناهو؟ حنا جينا كنقلبوا على شنو وقع هنا. إذا بينا كنتفاجئوا بأن واحد الشخص من زاكورة ولا ما عرفتش منين سمر عامر راجل كبير خمسيني ما مزوجش لم يسبق له الزواج، كيمارس الشذوذ ديالو الجنسي على طفل عنده 13 سنة عباد الله 13 سنة. والخبر لأنني اللي جيت أنا تصدمت به هو أنني كنقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا بي كنتفاجئ بخبر ديال واحد من تاونات متارودانت واليوم كنشوفوا واحد عندي في القطاع ديالي. أشنو اللي خلى هادشي؟ ملي جيت كنسول على السيد واش مزوج ولا لا؟ قالوا لي لا غير متزوج ولم يسبق له الزواج. هادشي حاس في النفس ديالي، هادشي حاس في النفس ديالي. واليوم جينا وعينا وشفنا هاد الواقعة هادي، واقعة ديال الحمام. واقع أن السيد خرجوه ومن أثناء الخروج ديالو قاوم رجال الأمن. ومن هاد المنطقة كنبلغوا السنكار ديالنا التام وكنشكروا رجال الأمن وجميع الجهات المختصة. حصلوه راه كيما قلت لك راه حصلوه تم الايقاف ديالو المعاينه ديالو ووقفوه الناس جمروه هنا وعيطوا للبوليس وجاو البوليس خرجوه باش ما يتهموش ما يديش ويتاكد من البينه حتى ربي كيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فسق بنا ما فتبينوا خلال استفسار الدري كيعاود بالتلقائيه السيد دخل فيه شدوا.